Bright lights and bright colors. The future is drawing near with new thoughts and ideas. My dreams, they all start right here. So I take a step and time will tell. I'm filling up high like a wishing well. I got مسيو كريم. الو ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام جود. اتفضل. ايه الاخبار؟ ها عاملين ايه؟ النهارده معانا كريم مختجين. واحنا كده هنخلص بكره؟ احنا بص يعني دايسين اخر الدواسه. اوكي جود. انا صراحه انا ما كنتش متوقعه ان انا هكسب خالص الكومبيتيشن دي especially بعد ما سمعت يعني later on ان كان في 100 plus ناس مقدمين وسمعت اسامي offices كبيره داخله. كنت في النص اللي هو يعني خلاص اكيد انا كنت فاكره حاجه لذيذه exposure لذيذ ان انا بس ابقى I participated. فلما I got shortlisted بقى سمعت ان انا accept honestly كانت surprise يعني. تعالوا بقى اوريكم لما رحت الكريم مختجان مكتبه عملت فيه ايه فقام هو عامل فيا ايه. ايه رايك في ايسورس عامه في البروجكت بتاع الجونه تشالنج بما ان انت وان اوف ذا منتورز بتاع التشالنج؟ اتس فيري جود انيشيتيف ويعني مهم قوي عشان برضو يعرفوا ان هم اتس نوت ا وان مان شو الشغلانه دي. يعني ذير از اولويز ا تيم ورك ولازم يشتغلوا كلهم مع بعض. فالحاجات دي هتساعدهم on the long run يعني يشتغلوا مع بعض. انت how did you receive it؟ اتعاملت مع القصه ازاي؟ سمعت لهم ليه اصلا؟ يعني انا لما ما كنتش عارف السورس بتعمل ايه، لما عرفت بيعملوا ايه وشفت الانيشيتيف اللي هم بيعملوه في الجونه، انا اي ثينك ان السورس ممكن تعمل حاجات اهم واكبر من كده بكتير. ممكن تعمل برينجينج اللي هم دي ار برينجينج كل الديزاينرز وبيخلوهم يشتغلوا على موضوع واحد. فهم ممكن يكونوا الاليه اللي موجوده ان هم يوصلوا الديزاينرز بالبروديوسرز بالمصنعين that's what they're doing. ده موجود بره، هنا لسه مش موجود. يس. ولو السورس ركزت في الموضوع ده انا اي ثينك سو اتس ا فيري جود شانل. طيب انا عايز اطلب منك حاجه. اقول لك هو اتريع مكان التحفه ده. ايه مجنون. ايه ده لا هذا لازم تفرج على المكان ده. تشرح لي ايه دي؟ ايه الستول الخطير ده؟ ده اول ستول احنا عملناه في الكولكشن بتاع الكيمي ديزاين كريستوف بييه. وده ستول جاي من الهيد ريست الفرعوني. وكريستوف بييه عمل لك فرعوني برودكت يعني انسبايرد من يعني للدرجه دي الانفلونس جه على الراجل الفرنساوي. طيب بالنسبه للكرسي ده جامد قوي. ده ذا نورمال تشير. ده اول كرسي لمصنع كراسي لمبل الشرق عملناه عشان نرجعه تاني بس وذ مودرن كي. ممكن تشرح لي اللمبه الفظيعه دي؟ برضه من اول اللمبه اللي انا يعني اللامبس اللي انا ديزاين في 2003 لايتاليان كومباني ماتزيجا. مش عارف اتكلم على ايه ولا ايه. مش عارف. لا كله تمام. لا ليش مش عارف بجد. مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه. انا عارف انت بيتك هنا. لا هنا لا. بقى هنا خط شكله بقى هيوقف هنا اللذاذه ويطلع لنا الوش التاني. البابليك اريا في السبيس ده از الديزاين بتاعها الاركتكتشر از فيري نايس. فيها ديفرنت هايت، في السيلينج عالي جدا، فحسيت انه ات كود بي ا فيري نايس فيتشر. فيها بوتنشال ان يطلع منها حاجات قويه قوي. فلودد فيها لايت، اتس فلودد وذ لايت اول اراوند. ازاز كبير جدا مدخل نور. فالمكان هو مكان البيت صغير بس الحته دي في الديزاين مديه السبيس ا فيري نايس فيل. فحسيت ات كود بي ا فيري يعني في بوتنشال كبير ان يطلع منه حاجه حلوه. البابليك زون باجي يعني ندرسها او نبص عليها، هي اكتر حته الكلاينت بيقعد فيها بيقضي فيها معظم وقته. فبحسها بتبقى اتس ا تشالنج لذيذ للديزاينر يفهم الكلاينت اكتر، يفهم شخصيته، يقدر يترجم ده انتو ذا سبيس. انه لا هنحط رف like a small shelf just under the TV ومفروض دي هتاخد a darker color الحيطه دي. ده مش دارك قوي يعني.
just a slighter dark. كان من حسن حظي اللي انا اشتغلت مع نور. نور يعني اشتغلنا مع بعض من البدايه, كنا متفقين, هي عجباها حاجات لما اول مره نزلت معاها في الاول عشان نختار الفرنتشر, كان عجبها نفس الحاجات اللي كانت عجباني. قلت كويس انا هرتاح معاها, انا هبقى مبسوطه وانا بشتغل معاها. Getting paired up مع داليا كان مفيد قوي, لان داليا هي الفاوندر اوف اسورس, فهي عندها كونكشنز سبلايرز كتيره جدا. انا قلت عشان اوفر عليك المجهود تكيس, ما عندكش تكييف خلاص فوق. فكان معظم الحاجات اللي كنت بختارها في الديزاين كانت هي بتقدر تركمند ناس على طول, فكنا فقرة السلكشن اوف الفرنتشر في الوقت الضيق ده كان مفيد جدا, ده اللي قدرت تساعدني جدا فيه. هاي كيف حالك؟ صباح الخير. النهارده احنا يعني كله تمام الحمد لله. الحمد لله. مستنيين نوريك الابديت بتاعت اللاي اوت. انا مزنوق بيه ومش عارف اعمل بيه حاجه, فلا يعني احوله لفانكشن الالم. لكن كماتيريالز عشان اكبر المكان اللي جوه لازم اربط الماتيريالز اللي بره تبقى قريبه جدا من اللي جوه. صح. ما يبقاش فوليوم انا مزنوق بيه ومش عارف اعمل بيه حاجه, فلا يعني احوله لفانكشن الالم. نحط مثلا تراك كده صغير فوق, ممكن تراكس هيدن, ممكن يكون في فريمينج مع السلم نازل ورا الفريمينج ده يجي فيه اندايركت لينير لايت. فاحنا بقت ده بينت عادي اتس اولموست سيم كولر, ودي والكاونتر توب بقت كورين. احنا بنعمله ده ذس از ذا يعني ذا فاليو بقى اوف ذا ديزاينر اللي هو هي اولويز كم اب وذ ا سوليوشن. يو شود انا لازم We will do it. What else? ده مش بس كان لذيذ مع التيم بتاعه, ده كمان راح يبص معهم على الفرنتشر. هاي كريم. هاي ازيكم. ثانك يو اللي انت يعني جيت لنا النهارده عشان نعمل سيلكشن. عادي ثانك يو. ايه الاخبار؟ وصلنا فين؟ احنا كنا عايزين نديك ان ابديت. احنا اخر مره كنا اول ما مشينا من يور اوفيس قعدنا نلف كتير قوي على صوفاز, وعملنا عملت لايك ا سيلكشن بورد اوف ذا فاينل اوف ذا صوفا ذات شي لايكت. ات واز ات هاد ذا كيرفد ايدجز, بس في نفس الوقت ات ستيل هاد الكونتمبري فيل. بس دلوقتي محتاجين وير ستوك, محتاجين ان احنا ننقي ا كوفي تيبل. هي مش عاجبها خالص ان الكوفي تيبل, مش عاجبها اي حاجه ذات راوند. بعتنا لها تقريبا صور لكل الكوفي تيبلز في الماركت. والكرسي حلو, الكرسي كمان يس. الكرسي فيري نايس, فيري نايس. كاستم ميد تيبل ماربل, نعملها ماربل صح. ذاتس جود ايديا. اي ثينك ذس از ا جود ايديا فعلا. خلينا برضو نشوف هنا كده, نبص بصه وفي حد في دماغي ممكن نبص ممكن نعمله نكلمه يقول لنا. I think احنا نشتري, احنا نطلع من هنا نشتري الكابينت الخشب اللي احنا شفناها. الكرسي حلو والترابيزه انا بالنسبه لي اللي محطوط حلو يعني, وده كمان حلو اللي موجود. ولكن لو هي مش عاجبها ممكن بقى نشوف هي عايزه ايه والكاستم ميد تيبل. هنا عندهم فرايتي حلوه قوي, ممكن نعمل منها. هاي الو. هاي ازي حضرتك؟ اخبارك؟ هاي ازيك؟ احنا كنا بنتكلم حضرتك بخصوص التيبل. ترابيزه اللي كنت عايزينها. انت مستعجله كمان؟ مستعجلين جدا. احنا عايزينها تخلص في يومين ان شاء الله. يا ترى استقريتوا على النوع وكده؟ احنا دي الريفرنس للترابيزه اللي احنا عايزينها, فاحنا عايزين نبص على حاجات ماربل. اوكي. طيب انا رشح لك دي. هي دي الثيكنس بتاعها قد ايه؟ الارتفاع 25. طيب دي هتبقى كويسه. دي اللي اسمها كالكاتا جولد, على اساس ان الفين ممكن تيجي من التوب لغايه السايد وتبقى الفين نازله كده. حلوه دي. لو عجبتكم هنلحق نخلصه؟ ان شاء الله. يومين؟ في يومين. اكيد اكيد. بجد؟ بجد. خلاص ده طبعا يعني ربنا. طب هايل. خلاص انا هبقى ان كونتاكت مع حضرتك, هبعت لك كل الديتيلز مقاسات الترابيزه
عشان نبروسيد يعني. مفيش اي مشكله. طب هاي متشكرين جدا. الله يخليك شرفتوني. الله يخليك ميرسي جدا. باي باي. اخترنا ايه؟ احنا عشان الثيم نيوترال جريز ف وي ونت فور ذيس فابريك. نو اتس ذيس وان. لا ده دي. وي ونت فور ذيس فابريك. واخدتي فابريك واحد؟ وي اونلي تو شوز وان. يعني اتس نايس ان انت تاخدي تو اوف تون فابريكس ويو ميكس ذيم مع بعض. لا هو كويس بس خلي بالك الباترن بالطول وفي الدبل هايت المفروض الباترن برضو نخليه بالطول لما يجي يخيطوا القماش ما يجيش ما يخيطش بالعرض خلاص اوكي بس ده كده هيقسم السبيس مش حلوه مش هتبقى حلوه بس هو حلو لونه حلو اتس نايس فابريك وتكستشر حلو يو ثينك ات ويل اد يعني اتس ا جود تشويس لايق مع البورد رايت اوكي خلاص ذن ويل جو فور ات دان جريت ثانك يو والستاير انتوا حطيتوها بالعرض برضه هم احنا جايين نلاقيهم ركبوها غلط ف we're trying to solve it خلاص حاجه اسمها فركش فك رجع لازم تتعودي ان في الموقع في حاجه كده يعني زي الجيش كده دلوقتي حال اوكي هتقولي الحاجه دلوقتي ما تقعديش نستنى كل واحد بقى اصل ده جاي في سك وده هيحصل وده احنا شغالين عليه نادر مش هنخلص لما اشتغلنا مع كريم اختيجيان برضو كان بيشجعنا جدا وكان دايما حالا اعملوا اشتغلوا زي الجيش ما تستنوش كريم was very helpful في البروجكت كان اي وقت بنكون عايزين نسأله في اي حاجة he was there his input was very valuable كان بيخلينا ناخد بالنا من حاجات كتير جدا احنا ما كانتش في بالنا الجونة طبعا كلوكيشن كان ليها تأثير كبير قوي على الدايركشن الجونة كده ليها مود معين يعني it's very serene it's very calm فازاي ناخد الجنرال مود ده اللي انت بتحس بيه اول ما بتوصل الجونة وترجمها into the interior design فده كان درايفر قوي قوي للديزاين دايركشن بتاعي البروجكت كان لازم يبقى اكسكيوتد في وقت قليل جدا لا عندنا كوفي تيبل ولا عندنا فرنتشر بيسز تتحط مش عارف بقى ظروف المشروع والبادجت والكلاينت والبنت يعني بس مفيش ولا حيطه عليها اي ارت ورك ولا اي ارت انستاليشنز في البيت ستي تيوند في اللي جاي مع برنامج ديزاين تجونه